مشكلة تاجن وحيد حي ما أنت ماذا بيدوني يا رجل إن أنا مذهب كذا هيسا مركي مقشوب بالشدي أو رجي أنت بدن عرب كوكو هيان إن أنا عص وحي كل دير هنا سامو حقفض ضان إسا إن إيش عدا يسوي دنا بكون صفنين كي باتشعل مذهب كعسا يا ذنني كم حكى قبل نيو صومالي مركي إنه هاي أنت أقوب بدن حبلهين رج إنه منو ليهم بدمدة والنفتو ده ماشى كسعرين يعني تود أنت ماشى كبحضي أيا نكم بتشعليها أي ماشي تاجر. مرتا وعقصب إنك يحش عليني هبلينا صمينا يعني. أوه يا طبر كاسة كحرن هبليه أوه إن إنك يحش علي هاي إن خلاص عارك. إنك عسان بتشعلي هاي إسحاق. إن ده يرجعي ضبك هو جري هبل. ده بدي كريه هاي. ها. إذا ما تبرنامج كسي وده شيء راح يقوم مرتي هنا فاطمة حسن نديرة نور. إيوه نمع أحمد أو كم إذا حبلها كم عدها ذلك وحكة برتي قاركوا كم عدها دمية يقاركوا إلا هذا كم عدها ذلك كتير بقى ونقوم هذا علينا الناس إذا قرحة بدن نوجا شيء بين عطسجة إن فاضم هذي عن سؤال شو كوا ذن كذا كهرة إيوه قرما يا هيد قرتة بلا ما تي إن استعمال الدوين كشيء كل جودة له رواه ما بدت كقرصة ويا قانا لشكو بعد إيوه حلم أيه بلا ما تي س قرما لوران كراسو ماله دوي سو قدر لفتر كده ورديات بدم حدسن تهاي هرتا للرجع مقاركو معها يعني وح عصب ما دوانهم بلعب مي تاريخ حاوم حلا شيء جا لباب بقال وصنع كهر لرشد النبي عيسى أي حلا ده داي بلعب متي عليه السلام إن أي بلعب متي تضيوجا بلعبين وح كمية أها إن محيه تج دتك غريق أو كله مصاري دو كله رومان كيو كله تضيوجا سبا وح كوب بلعبين بلع ده مركي هراء محيط وحيابا أي كم ديهين ملعب كيو سريدا إسكودر ترصدين إيو وحيابا هسيكو بلعبين سدا وح كستابة تدور روسو سمية أي محيط تي لأن رجع مقار كنا وصو سمية تدور فربضان مثل إسبت بدل فربضان مركا هدي عن سود ويو أفريقيا قرمي كو بلعب متي وحلا شيء قا مدلة كتشو كونتن صنا إلها إلى لحدن صنا كهر إن بلعب متي إن إن إسبدلان مقار كودو أي بلعبين للرجع مقارك حق قارض أفريقيا جارهان وضم هذا كسب بلعب ما حلا هذا السبس حركة أنت ليش وضم هذا سحرها ودو كهوسية سدوا كلتهم مركز دم بوحي سوق عند برجع أفريقيا وقوي جاية كونفورتها سداس بي محيه تيان كسوف عفتي سومالنا حيكمل أهاين تتكد كان برجع أفريقيا مركا وقت الرسمي أو سومالدو أي بلعبين لما شيء كرو لكن واحد شرتا ما دام نقول شافيد نهاي إن أراهي إنه سوق عند يحليه لورنش ري يعني إن صالح أنا قلت وراء عم بحكم إذا تمر تتك قشاش صوب بحي وحيوان عاسة حليه ذا سوق كلا بلعب متي إن وح إن أراه كلا بشرتي إن وتشي فانتو إن شركة كوكا وحساسة راهاس حليه ذا فافين أي بلان كلا وران كلا أي سومالي ذا كعسبة دوجدويد أركا ساسن نمعو لك هذي أنصار نقطة وحد شيء ده تفر بدل برشدة نحيد عنك كواسو هاد بحيسي نوع الدوائي مركاسو بحضا يوغو باقي برشادة قيب هيدي كلا دوان إن كريم كان مدوودان هادا تماي دوع في عانتها يوغو حوطة ريسو وحكا بدريسو يعني محايت هاي وچيدي دا يوفا فينا يار واي برشادة يوغو صوب مادام داد كان عانكا يهين داد هاد الكود اللا قادان يار محايت هاي وچيدي دا يوغو حيسي ريان برشادة كلا ما ييغ لفتر كودي بان كوبرا روكسانين قطر تاي دوودان اللي دا هاي هر تو ارتباط دادم هستند های مرکزیانو اگنه هر تعداد که آنکه هیو مراید بلشده انت بدن لایر هده لباس سبابات ایا انت بدن کلیفته این تعداد که آنکه هی سوگل عن عریم هست دوین که یو حیاب هست مقار کرده لنج دیه انت که بدو حنقان سعی دقلک رهادیان و مرکو قف کنی سامین یه حیسیس که سگ دقل او سعر و مرکا وحن آرن کریا یعنی وح اینو ویر وضنيتي أما ضلت عائلتي محبة ضلك مركز هساك اللي فيسا إنه قف قدنتي سجودون وكأجو أو خطرت باي ماشك بحضو يعني إن ليه وخطرت كو إيجي وحكسو كايا تيرد قالها جود ها إن ليه دقاله سجود سدكو هلي وكو إيجي أي سجود سك كلاقما أو تساو مو قنسا مدام مدل كينو هاي دل عن كوب عيسى دقال أنا إنه قف لين، مركها وحي إنه جلين إسا وطل ضروري جميله بالجرهادين إياه، مركها تساكين إسا إنه دتك عنك هاي إكرهاد يعني
أي هالكي أي يعني خطرت الشيء لهاي أنا خطرت قرية أنا لكن أي رهضة مالن بكريم عصبه هبلو ويتلا رهضة صباح أيو مالن بمت عصب لكن يا ده أنا وتبلش دي سلاح حمرت تري هبل يا قفك عنك هاي هبل هاي وتبلش دي مرايد ده يسكر حركة ساعة ما دام مسوح يسي وحص وح ونعكسهم سجى ناسبه يا أذكى نوح حلقة يعبينه كناسبه مركها دوي يمكن عدة استعماله صا وحبلها يرأي مكسو كرية أما سيقود دلن يرادة دلن يرادة هنا واقع أهان ومردسنا واقع أني ما أرن كرنو وينو فليح يعني إنا قلب تركي نيبان خطرتي إيجي وإسران إنا نيو قفكاس عنكا دي وضا صداو قرحصي هذا لقيا بابا قفكني نوزوسان إستعمالين بيسوكي لكن أي كوسكا قليون طبعا دتنا إنا قنا وإنا قا حقا كأيجنا يا إسنري ها يعني قف كاس وثاق الحصي إن هذا من هذا الاستعمار. رجع أبو ليتم بدل بالوجس وسمي قف مركو فيديو قدوبي حاول بدل بعجلي ثاق ما فكرنا. مركا سيقول حب أن أرن كريا ما دام يدك عنك ها مرايدي بشديهين. بل أنت حاجة كوسك إسكير الطبول لأنه عندها إسكير ترى. إن الدنيا خطرتك إيجان. دو حمهي ما دونكو حلقو فانا قف كستا دل كستا مدب كيس سومالا دو حيلا هيد مدب كوكو قروح تبدان دونك وينيقو قرن جرني حلقو أمان جرها بليه هورا وحطا مسعيديد مارين دلال حيقا مدب كا مارين دلال حيقا وحوها مدب آدو قروح بدان وان لهي لكرن مركا يجو أوران كريه وحتيين مسعيدة مهرين دلال حجة وحنا الله مسعيدة كاسيمة تبارك يا وحنا الله ده وحماش كسارية دوين ك مركا ضدك عنك وحنا ران لها ورأينا دنا ع دقالها إنتينو كير شيء سنو قبل محبة دي ضدك إيو خطرها كإيمان كرا كل عفمات كده بدن بقى كهاد للدعنة لكن أنا بو مركان دينا عاك إيغان سؤال شيء دوك سوى نقضو وحس سيقود مهيمة إنا دينا عخترتك إيغان مركا ما أران كلا قفكا سوى هبلو عانا باكا حالايا ما قفكا سكلا عانا رق إيه دومر بوالي سكو جرا داني كان دوكان كي مهرات دي يبسينا يا أنا مركان مانتا مهرات هايستو أدوغو ورداء هو عانا أيان كو يارنيا سيو حايق سوقا وقالو مركا إساقو كان مهرات هايستانا مهرات دي سوكو حايسي سانيا وكو عمرانيا كان كلانا كوش بكرادينيا مركا لبادا قف اي ادوود ارد حايسو وحونا لا دينا اخترت هالغاياكو نمعو عان كوشو عليا واحتي رهابلي هو روح لغا مان جري مسعيدة ديو ماهرين دلال هاد اللفتر كيدا سوغان تندن بي محلو عمانا انت اوغو بدن وحاول لينا هذا يوكالي يعني عصان كلفتر كيسي اي سوغان تكا موقناسين هبليه لغو عمانا تان لفتر كيدا ماني قيبكا قادن ان هبليه لغو ديري قريو ان اي مدب كود عصيان وكالي هرطا سومالد مربا ميل بيشوكتي ومركان كولاي هاي وحتى مسعيدة مهرين دلال حيقا يعني وحي هاد سومالد يخار سومالي ده نيم بدب كصح ده هاي ستي. ها سومالي ده نيم بيور قاعد. أيا أنت بدن تاقع ذم شرتي. مش عيدا ما رين رال الحقيقة. لكن إيه منك؟ تو حلاسك أرانا يا مدب كا عندين كا. أو مدب كيدين كا. أيوه نقول يا مدب كيدين كا دين لسعد أيوه. مركا تو حنا رن كريا. سوغانتو مربا ميل بي يدل افتركيدو جوكته مركا ما دامي سوغانتو مرايد يدل افتركيدو تحاي مركا انا وحا لغا دهن كاري دي سومالي دي نيو هوري وحا لغا كاري نيو ما دامو او مسعيدات كميدا بقاسي او اد قالي او يحاي او مير تبات سارة تاغي يحاي هل كا يان لغا دقاجن حد دير وحا لمرايا ميدا بقا قدينكا مركا ميدا بقا قدينكا هوا اللي تاغي يحاي مكو يا واتن ده وقتي بالقلين يا كسبا لغو بحنا يا دقالة لور هادين يا مركا سوغان تلف تركيد ايا ايضنا دبدي كري حيسا دبدي كري حيسا دين كي نوسي ددو عاس حقسي نديرا هدي عندك اغسو لابتو هدا بدي بحا جرتا اين دي قوين كي اما قري مضي حال ميرو قل انتا الله سوغو ودا كيرا الاسكو ودا قصو يعني وحيا باك لدور الاسكو قصية سيدي بيقفك عافي مدهانو سامين كريسا بسم الله آد بو مان سنتاي ورداي adigiyo tv ga cba en dooyinka la isku qasay sida shaqtay inta baalda la soo qaado
dhamaan la isugu keenayo dawooyin midiba ay wadato maxay ahay toolay radio active keedi een saameyn badan bay leeyihiin hey akamada een horta dawooyinka la isku qasaya waxay ka koobayeen saddex dawo oo wadamada horumaray dhamaantood bade laga xadiday ama laga joojiyay ama aan gelin oo kaba mamnuucaba sida waa saddex dawo dawada la yiraahdo maxay ahay toloy mercury hydroquinone iyo steroid dawooyinka haddan kala qaadno saddexda dawo mid kasta dhibaatadeeda ayay leedahay haddaan u nimaadno mercury-ga waa sun aad u xun jirka waxay ku sameysaa inay kala cadayso kale oo maxay ahay toloy halkii qofku cadaanka doonayay ay maxay ahay toloy jirkiisii kala bedbedesho isagii kala midabka dhigto inay cadcadaan ku sameyso inay maxay ahay toloy waa sun ee neerfihii wax ay soo gaarsiiso waxyeelo inay heart failure keento inay maxay ahay toloy keento kaliya dhaawac yeesho maxay ahay toloy inay keento ay saameyn ku keento ilmihii yaraaya ku jiray urka oo kale hooyadii urka lahayd marka sheybaad loo diro kale hooyadii kaadidii laga helo mercurydii oo ilmihii yaraa ay ku sameyso xanuun maskaxda ah oo inoo dhasho ilmihii yaraa maskaxda curyaanka maxay ahay toloy inay jirka dawooyinkaas khafiif ka dhigaan oo skinkeenna haddii nabar gaadho aanu tolmaynin maxay ahay toloy cadceedii aanu iska xishin karaynin oo falaadhi cadceeda oo qofku u nuglaanayo maxay ahay toloy nabarku markuu ku dhaco kale qofki aanu dabka geli karin oo kale lugeyn karin oo kale inuu qofkii ur sameeyo markuu dadka dhex joogo ha ur sameeyo sababtaasna waxa weeye qofki maadaama uu dawooyinka isticmaalay sunta ah kuwaasa ku keenayaan qofkii oroo kale jirkeenu wuxuu ka kooban yahay maqaarkeenu horta waa organka ugu weyn maxay ahay toolay organada jirkeen marka markaad maqaarkii leyerka saddex leyer ayuu markaa ka kooban yahay saddex lakab aan dhehe marka saddex lakab uu ka kooban yahay lakabka ugu sarreeya waa lakabka maxay ahay toolay ugu adag jirkeena labada lakabee kale uu ka adag yahay marka lakabkaas haddii la gaadhsiiyo dhaawac labada kalena waxba iskama xijin karaan marka lakabka jirka ugu sareeya uu maxay ahay toolay tago ee uu dhinto meesha uu ka baxo bacteria normal flora oo jirkeenu ku dul nool ayaa ka faa'iideysanaysa marka taasa urta keenaysa inuu qofkii soo uro basaska raaci kar waayo dadkii dhexgeli kar waayo uu qofkii si sigolojaana uba bukoodo isagoona fariisa ku doontay dhibka watida kale lakabkaasu waa lakabka maxay ahay toolay dareenka jirkeena siiya inuu wax dareeno waa lakabka kantaroola inaan kulka iyo qabowga uu jirkeenu iska celiyo waa protection oo wax inaga ilaaliya cadceeda cadceedan fallaadhaha ay soo celiso maxay ahay toolay skin cancer baa laga qaadaa ama kansarka maqaarka ku dhaca maxay ahay toolay dabka inaga celisa maqaarkaasu hadduu gabi ahaanba meesha ka baxo wax kasta qofkaas wuu nuglaanaya waa qof wax waliba ay maxay ahay toolay dhaawici karaan si fudud dawooyinkaas waxay kale oo saddexda dawo dhibaatooyinka ay keenaan waxaa ka mid ah inay midabeeyaha jirkeena gabi ahaanba meesha ka saaraan bacdin uu qofkii u dabranaado wax kasta oo dhiba uu noqdo qof aan hawlka kan geli karayn qof aan lugeyn karaynin qof aan shaqooyin adoogoo kasta ka dabran waxay keeneen dawooyinkaasu inuu qofku kabobyoodo inuu calcalahoo kale ololaan oo markuu saa kuu taabto aada soo odhanaysa tolama dab baa ku taabtay qofkiiba haa kulayl wuxuu kaloay keenayaan in maxay ahay toolay uu qofkii haragii ka fiiqmo oo laftii iyo haragii ay isku dhegaan bacdin uu qofkii inantii rayado 15 jir baaba bilowday 54 jir bay u muuqanaysaa skinkii waayo laftii iyo haragii bay isku dhegaya baruurtii ayay shiilayaanba ayay meesha ka saaraysaa marka dawooyinkaas maxay ahay toolay waa sun waa dawooyinka hooyadii markay uurka leedahay haddaynu xagga hooyada ka hadalno ilmihii yara ugu tegaya uurkii waayo jirhkii marka la mariyo absorption buu sameynaya ilmihii yaraa deedna waxaa inoo dhalanaya ilmo yar oo aan maskaxda caadi ka ahayn markay dhasho
هو يدي أي أمشوا ناس كي يجوا قطبية مركها ودوين كديبات عليه ودوين كمذهب كيني محي هاي تولي دميلالين تاني شركة سارية ميلالين توأوحة مذهب كيني محي هاي تولي ووحي على عندير نهاي مد ودمادا كلاردن إمك قف كين أفريقيا كمصر مالجا ودن كستوتي كرا ملك كستوتي كرا وح دبي عملار دبي سامي شرط لكن قف كيورب كي مادة مركو مادة ما أنت هرجيسة إلا ربط أماكن قاطع عدينا نسكمي حشين كرا فلا رع عدينا ويا كنسر بو قف كسهل سوق شراء لكن إن إلهي وحنا سيء هاي بتي وقف عنا مدة بكي وقف عنا مركا قف كده مدة بكي صدق حدا دوام مرنا يا ما أنت وحنا شغنا وضن ده قال دي وح كستموبل كنا بارد إنه خطرت سيء أوه لو كان كريس فلو هاي لو كان كرنا هاي مركا نورن كرنا ده وقف عن نفتي سيء وحوك فلينين قف كده وين كان استعماله يا waxaan oranagu oran lahaday in dad wax iska baadha fiican inta aanad isticmaalin aan badana dadka de isticmaalana waxay bidayeen dad dhalinyara dadka dhalinyaradina way garanayaan dad wax walba dibteeda marka dadkaas wixii runta la oran jiray ay meesha ka saareen ha way iska inda tirayaan inantiyada oo og inay maxay ahay toolay dawooyin sun isticmaasho aya arkaysa deeyadiyo ama dhigroortay ama fin ama waxa bacdeen cunta ay da saarisa kaluun baa waxii ku kiciyay harakooba waxii ku kiciyay laakiin kuma kicina dawooyinka sunta isticmaashay weeyaan imu waxba kuma kicin kuwaaso marka waxaan lahayd cuntooyinkeena laga daayo beenta ee runtana indhaha la saaro naf jacayl la meesha yimid Fatima adiga kugu soo noqday maxay kula tahay way tahay sababta habluhu iyagoo qatarta in ay hadana ay dawooyinka midkooda ku bedelayaan kuwaas oo ka raadinaya inay isku qurxiyaan aan horta wardaysa dhinacyo badan baa laga yegi kara qodobkan aan laakiin waxa ugu horeeya baan oran kara aan malaha waa jahli yaani laga yaaba aan aqoonta ama inaad wax aqoon u leedahay ma aheynad khatarihiisu ogtahay laakiin waxa saameynta ka iman doonta iyo mustaqbalka halka la gaari doonto iyo waan sawiran baan isleeyahay qofka yani waxan midabkiisa u quurayeen sidaan u galo ama sidaan isu gala yani waxa ka dambeyn doona baanu fahmin aanu amaanu saadaalin waxa iman karo kale qofku gudaha ahaantiisa inaanu ahaashiisa saxda isgaranaynin qofka hadaanu isgaranaynin hadaanu isqiimaynin hadaanu qofku yahay garanayn hadaanu garanaynin maxay heetay inuu sidoo ugu quruxda badnayd Ilaahay subxaanahu ta'aala u abuuray hadaanu garanaynin inuu shaydaan ballan ku qaaday inuu bedeli doono hadaanu garanaynin maxay heetay in cisatu nafsa ama naftiisa aanu karaamaynin oo maxay heetay waxyaabahaas oo dhan si guud ahaantiisa ama aqliyan kiisa wax laga yaab aqligiisu inuu og yahay xaqiiqada iyo dhibaatada jirta laakiinse uu laga yaabo inuu hawadiisa iyo shaydaan badanka ku shaqala baan oran kara yani qof sida naftiisa u galaya sidoo kale to psychology ahaan inaanu qofkani ma aragtay self naf jacaylkiisa ka maqan yahay ixtiraamkii naftiisu ka maqan tahay ciseyntii naftiisu ka maqan tahay saadaalintii ka maqan tahay waxyaabahaas oo dhan mid waa taa gudaha qofka gudihiisa ku kooban midna waxa laga yaaba inay kaga timaado deegaankii bay kaga imanaysaa tusaale ahaan oo kale maxay heetay bulshadiisu sida quruxda u qeexdo waxa laga yaaba in isuri raac dadka ka hadhayna tusaale ha ka hadhin sida loo quruxiyay maxay heetay doqon iyo habeen baa madow haba ismadoobeen buqofka socona iska ama iska bedeshid saan sida Sudan yani waxa yani ha wax socona halka loo badan yahay weenad raacda oo kale waxa laga yaabaa kale waa sida quruxda deegaankiisa ama dadku u qeexeen ayuu raac dhex ayuu ayaa go'aaminaya dabadeed isagna waxa weeyaan xubin ka mid ah bulshada dabadeed dhinacyo loo badan yahay raacaya waayo ma laha waa tan guud ahaan aan qofka dhisnay dabadeed dibad ahaan ilaan ma laha awood uu kaga hor yimaado ilaahado de anigu kan ma ii adduunyada dhanbaha iga hor timaaday sideeba saxa ma jirto marka wuxuu raacaya dhinacyo loo badan yahay waxa kaloo iman karta arrimo personal ama dhaqan la xidhiidho oo kale oo waxa la qof kastaaba in yacni marka laga sheekeynayo xagga dadka maaragtay ama wada sheekaysta ama arrimaha dadka dadyowga
وحلاقي يابا إنه إن إن محمد إن رجعنا دو مركز كذي سيان وكله دو مركزنا رجعوا كله كذي سيان قفقين وسيب جينا يا أري يعني مركز حمر حلا ده أسوأ كله قاعدو أرين هاساو مركز تاعك طبعا وحلاقي يابا إنه إن إس إيو وحياه بضن إن ها يا حياه أسوأ كله بقى إيمان كلا مركز وفر بدينهم لكن إذا أسهم كسوكو بيا نمو إسلام كاغن سوشان فادموي ديوسو ريتشيني هاي توشي دو هابلو يوغو او كاترتك غيمان استعمال كدوذن استعماليان هادا يوغو ديردان ان كوبدالا تشكو دي عمو ميدو كو دي كوبدالا بسم الله هادا سوشو كسودو هادو نيو هاتا بي ادو قفك كنولي هاي ايا كيني ساينو قفكني انا خط انا خطرت اموكا oo sidii faadumo ka dhawaajisay waati tiray waxay soconayaa qofkani in calo badan yahay raac yaani qeyrka ka harwa habaar bay Soomaalidu tirahda een marka inanti dhinaca khatarta kama eegaysay ee dhinaca loo badan yahay ayay raacaysay oo inta badan quruxda baa waxa laga aaminaya ee sida dadka indhahooda een ay soo jiidanayso oo yaani waxa meesha ka maqan een fogaan aragay maanta waxaan hadda sameeyso bari maxaa kaaga imanay een waxaan aad sameysid ba yani saameyn togan iyo saameyn taban inaad isbarbar dhigto ayaa markii hore muhiim ah laakiin taasa meesha ka maqano maadaama in Soomaalida in cadaan quruxu naqaano waxa keenaysa inaynu inay hablihi khatar kasto bareera meeshi waxa taala qeexitaan khaldan oo ah quruxdu waa cadaan sax deetana taasa waxay sababaysaa inay khatar kasto ugu bareero een ifan imka habluhu kaliya ta kuma koobne inamadiba waxay wadaan iyaguna program la yiraahdo la dhaasho habla oo meshi hawshi wala balaadiyay imka oo de imka waaba la arkaabo inta ugu badan inama iyaguna isticmaalaya skin care waa meel gaar ah laakiin waxa la arkaa inama iyaguna chemical iska dhinacoodi ka wado iyaguna hawshooda wata marka ma oran kara anigu hablo kaliya taaymka ku jira programkaas isagana waa la wadaa oo hawshu labada dhinacba way ka socotaa waxa sameesha ka maqan nafjacaylki oo turaalihi nafta meesha ka baxay qofku markii uu naftiisi jacleen bulshadu waxay jeceshahay ay ku khasbanaanayaan inuu sameeyo yaani isagu ma dooran laakiin bulshada u doortay isaguna waa khasbanaa ah fulinaya ficilki dadka kaga imanay yeah and maanta marka lagu yiraahdo warday labiska kuma soo bixin ama sida hawsho labisan kuma qurux badan ama bulshadi sida aad u labisan tahay ay u aragto si ka soocan hadaanad ahayn qof isagu tiisa ku adag naftiisa jacal and yaani sax iyo khald kala garanaya waa lagu bedelaya deetana waa adiga adigu wardaa maanta sidaan u labisnaa marka bulshadii oo dhan kugu soo wada jeesato caqabad kugu noqoto waa adiga caqabadoodii si aad ugu gudubto iyagu dabranaaday marka khatartii inooma muuqato waxa inoo muuqda sida inuu dabarka uga baxnaa mid kalena meesha way taala oo hablaha inta ugu badan hadan tablaha ku soo noqdo waxyaabaha kalifaadka ku keenaya inaanta khatartii u bareedho inay socdayso waa rag oo raggii baa deemika wax badan bay isbedelay laakiin ragiba waxay aaminsan yihiin in la isxadeeyana quruxta even mid kala jirto oo ah ayaguna ay aaminsan yihiin oo ah in waqti dhex la aaminsanayo aynantu inay buurantahay inay quruxta tii iyada waa laga gudbayo imika waxa loo bedelay dhuubnaanti waa qurux marka taa waa laga soo noqon karaa dajiin bay habli galeen oo kuwan dhuubnaanti dad loogu soo noqday waqti dhexaa kinina la isticmaali jiro isnaaxinta ay quruxa ahayd tii waa laga yimay imkijiin baa la yimay laakiin mushkiladda taagan waxay tahay maanta madowbay doonaya rag inaan midabkeeda haysa markay maqasho bulshadii oo raggii inta badan ay carabka ku hayaan inaan cas waxay ku dhiiranaysaa ama waxaa u fududaanaysaa inay iscadayso iyaduna because of ninkii baa jecel midabkii casaanka ah iyada ninka waxaa kaga xalay new soomaali markaynu nahay inta ugu badan hablihiin rag inay u noolyihiin badan mooda oo naftooda ay meesha ka saareen yacni toodi intay meesha ka baxday ayaa ninku muxuu jecel yahay ayaa meeshii taagan marka waa qasab ninkii wuxuu jecel yahay hablihiina sameynaya yeah dabarkaasaa ku xidhan hablihii oo ah ninku wuxuu jecel yahay ha laga arko ninka casaan buu jecel yahay iscadee
لكن waxaan la yahay maanta maadaama oo laga gudbay noloshii لكن رنتو واحد تما ده مركز راس لنا قلوا أو هالكاسة رنتو تطلع أو يعني وح شرك يا وحياب بضنه عن رالية نما دي أسامحين أو نكهة دي بمن أهين دين يعني هو ناكسن أو ده خاصة بمعها يعني إني رالية نقطة نلاش جورج كشرته أيك حرانتي مركز عين الموضوع عكبيحن سجود قبلها تسكو كلفته إن أنتوا واقع عيد الاثنين استعال كي نفط ماشي كما قن نقير كاك حروا هبار او يدنا ماشي تعالى داي رقيو دبك كو غريها بلا دبدي كريا حي ها من رقا حو درس نيو نلاش رونتا لا غا نولاد مرليبه رقيو دمربا ان حقيقه لو نولادو ايا مهمه ها مركا تهلا امنه ندي ما شاء الله سو دوادا لا جانكات شركه تيليسوم محمل وحل كو دياريسي اديق انترنت كاي فايبر اوبتيكا كاسو حواريه سوكالا قوالا هين واقوشي وايشا بليك تيدا انتو سو قد لانايو هذا البقم هاقر اللي ايكو استعمال سوشيال ميديا كونا داوو وراركا عياراها ايو اونلين جيميسكا هادبا محمل سوق الشقوريقاقا حافيسكاقا ايو قوبتا دا شقو فضلا نقالا سو حديد نمبركا قابن 121